مساء الخير على أجمل عيلة في الدنيا. يا ريت اللي أنا وحشته زي ما هو وحشني كده يكتب لي في التعليقات عشان يفرحني، عشان أنا بقرأ كل تعليقاتكم. النهاردة حلقة يعني كانت انطلبت مننا كتير قوي من زمان قوي، بس ما كانش فيه فرصة إن احنا نعملها حلقة جديدة لأول مرة ومختلفة زي ما احنا بنقول من نوعها. إيه أكتر مثل أو مقولة أو حكمة بتعبر عن شخصيتك أو عن شخصية برجك، رجل أو امرأة؟ هو ده بقى موضوع حلقتنا بتاع النهاردة اللي هنبتديه من برج الحمل. ويا ريت لو كل حد كده شايف ان ليه مثل او حكمة معينة شايف ان هي تشبه شخصيته اكتب لنا في التعليقات، ما احنا عيلة واحدة بقى، خلينا ندردش مع بعض. برج الحمل، عارفين اللي خلينا نقول مقولة اللي زعلنا خسر دلعنا، وانا قلتها قبل كده في حلقاتي. يعني برج الحمل ده برج كريم قوي، ومعنى ان هو كريم قوي ان ممكن يديك كل حاجة قوي، بس من غير ما تزعله، من غير ما تجبره، من غير ما تستخدم معاه صيغة الامر رجل او امرأة. سيبه لوحده كده وهو بيتعامل معاك تلقائيا مش هتلاقي اكرم منه، صدقني هيديك كل حاجة. تزعله ولو زعل بسيط، انا قلت قبل كده، تلاقيه وقف كل حاجة مرة واحدة. اذا اللي زعلنا خسر دلعنا هو من الابراج او من اقل الابراج اللي ممكن تبكي على خاين او غدار او حد ما يستاهلش. ممكن يبكي بس مقارنة ببقية الابراج برج الحمل بيعرف يتماسك في المواقف دي. برج الثور، رجل او امرأة، عارفين المقولة اللي بتقول إذا أردت شيئا فاطلق سراحه، فإن عاد إليك فهو لك، وإن لم يعد فهو ليس لك. لو أنا قلت صح، يعني من خلال معرفتنا بشخصية برج الثور نقدر أوي نقول إن المقولة اللي إحنا قلناها دي تنطبق أوي على شخصيته. هو برج الثور كده صعب إن هو يجري ورا حاجة، صعب إن هو حتى لو عايز طلب يلح عليك، مش من الأبراج اللي تلاقيها تقعد تطلب كتير وتلح كتير وتتصنع وتجيلك من اليمين والشمال وتلف وتدور. لا، برج الثور ما فيهوش كده حتى في العلاقات العاطفية. صفة التحايل دي صراحة مش موجودة بنسبة كبيرة في مواليد البرج ده، لذلك تلاقي المثل ده أو المقولة دي معبرة قوي عن شخصيته وفلسفته في التعامل في الحياة. العادة يعني خليني أقول لكم، لو شايفين الحلقة دي مفيدة يا ريت تدوسوا لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، شايفينها العكس ديسلايك ويا ريت تقولوا لي السبب. برج الجوزاء الهوائي، رجل أو امرأة، عارفين مقولة عليا وعلى أعدائي؟ الجوزاء كده عامة تتشال الدنيا تتحط. هو ده مبدأ أو من أكتر المبادئ اللي ممكن تكون معبرة عن شخصية البرج ده. برج الجوزاء من الأبراج حرفيا اللي ما بيهمهاش وممكن تاخد قرار محدش مقتنع بيه غير هي أو غير هو، حتى لو الدنيا كلها مش مقتنعة بالقرار ده، مادام على مزاج وكيف برج الجوزاء خلاص الدنيا وما فيها، الدنيا تولع تتشال وتحط عليا وعلى أعدائي، واللي يحصل يحصل. برج الجوزاء كده برج السرطان المائي. يقول لك مثل، عارفين مثل اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد؟ ولذلك تجد برج السرطان ده من أكتر الأبراج المتعلقة بأهلها. لو رجل برج السرطان بيدور على زوجة، ممكن تلاقيه عايز واحدة زي والدته، والأنثى كمان ممكن تلاقيها بتدور على زوج زي والدها. البرج ده عنده حتة الأمان شوية، يعني شيء لا غنى عنه، ودايما حتة اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، دي بنقولها عن برج السرطان نظرا لتعلقه الشديد بأهله. أو مقولة تانية ومثل تاني اسمه عذاب الضمير ملوش آخر. برج السرطان من أكتر الأبراج اللي بتلوم نفسها وبتأنب نفسها بشكل قاسي وعنيف جدا، السرطان كده. أما برج الأسد الناري، عارفين المقولة اللي تقول لك المركب اللي فيها ريسين بتغرق؟ هي دي فلسفته في الحياة. أنا نمرة واحد، أنا نمبر وان. الأسد كده، وأكيد كلنا عارفين رجل وأنثى الاتنين تقريبا ما يقلوش عن بعض حدة في الموضوع ده. إذا الزعيم بيقول المركب اللي فيها ريسين أو الزعيمة برضو بتغرق، دي فلسفته وده المثل أو المقولة عامة اللي بتنطبق جدا على شخصية البرج ده، رجل أو امرأة. أما برج العذراء الترابي، رجل أو امرأة، فيقول لك أو المقولة اللي هي بتقول لا يصح إلا الصحيح. عارفين لا يصح إلا الصحيح، 1 + 1 يساوي 2، ما ينفعش 3 ولا 2 ونص ولا 3 ونص.
العذراء كده. ولذلك احنا قلنا وبنقول وهنقول ان هو اكتر الابراج الباحثة عن المثالية، وده عامل لها ازمة في حياتها شوية. مثالي ودقيق جدا ومحلل بارع، اذا لا يصح الا الصحيح. اما برج الميزان الهوائي ففي مقولة حلوة قوي بتقول لك: طول ما انا ثابت في مكاني والكلام الحلو على لساني محدش يقدر ينساني. ايه رأيكم في الشعر ده؟ برج الميزان الهوائي دي فلسفته حرفية الكلام الحلو، بياكل به الجو، بيلف في الدنيا كلها زي ما هو عايز على مزاجه. او النزيه نزيه، عارفين النزيه نزيه ده؟ مبدأ برضو حلو قوي في شخصية رجل او امرأة برج الميزان الهوائي. احنا قبل ما نخش على برج العقرب برضو عايز انبه واقول ما لناش غير صفحة واحدة يا جماعة على الفيسبوك، محمد ابو زيد. اي حد تاني نصاب، ويا ريت لو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك او الانستجرام او حتى اليوتيوب تشاروا الحلقة دي لاكبر قدر من اصدقائنا. المقولة اللي بتقول قمة الذكاء، المقولة اللي بتقول ان قمة الذكاء اللي في الدنيا ان تتظاهر بالغباء وسط الاذكياء وليس العكس. عارفين قمة الغباء ايه؟ ان انت تتظاهر بالذكاء وسط الأذكياء، هي دي المشكلة. إن أنت تعمل نفسك ذكي قدام الأذكياء يقوموا يخلي بالهم منك وياخدوا حذرهم قوي، ولو أنت عايز تعرف أي معلومة مش هتعرف. إنما العقرب دايما تلاقيه قاعد ساكت كده، محدش واخد باله منه ولا عارف إيه اللي بيدور في باله، عامل نفسه مش مركز معاك ولا منشغل ولا مهتم باللي أنت بتقوله، وهو فاهم وقاري كل حاجة وعارف إمتى هيبدأ يستخدمها بالظبط. إذا المقولة اللي تقول قمة الذكاء أن تتظاهر بالغباء وسط الأذكياء، هي دي اللي بتعبر عن شخصية، أو من أكثر المقولات اللي ممكن تعبر عن شخصية برج العقرب رجل أو امرأة أو فلسفة حياته. أما برج القوس الناري فتلاقيه يقول لك، عارفين المقولة اللي تقول محدش واخد منها حاجة؟ القوس كده يفعل ولا يبالي، ينطلق ولا يبالي، محدش واخد منها حاجة، فلسفة برج القوس. لذلك تجده من الأبراج القليلة الشيل للهموم، أو قليلة إن هي تصدر طاقة سلبية ليك، أو إن هي تديك يعني إحساس بالنكد. ومن أكتر الأبراج، خد العكس بقى، الإيجابية والدافعة إلى الأمام، لأن فلسفته بتقول كده محدش واخد منها حاجة والدنيا مش مستاهلة. تحية لبرج القوس. عارفين المقولة اللي بتقول بلوغ العز في نيل الفرص، فبادر بالفرصة واحذر فواتها؟ عارفين المقولة دي، بلوغ العز في نيل الفرص، هي بتعبر عن شخصية برج الجدي الترابي رجل أو امرأة. الشخصية الطموحة العنيدة والعنيفة في مسألة الطموح دي، واللي بتحب ان هي ما تضيعش ابدا اي فرصة ثمينة من حياتها. الطموح دايما برج الجدي ملوش اخر، ملوش سقف، ملوش حدود، عشان كده تلاقيه برج دايما عايز يوصل لمكان لم يصل اليه احد قبله، او لمكان بعيد، لنقطة بعيدة قوي. يعني لما نقول ان بلوغ العز في نيل الفرص، دي من اكتر الامثلة او الحكم او ايا كان اللي بتدل على فلسفة ونهج وشخصية رجل او امرأة برج الجدي الترابي. بينما برج الدلو الهوائي دايما بنقول عليه البرج الرايق، ده الرايق بقى يقول لك ايه؟ صاحب نفسك ترتاح، برج دماغه في السحاب، في السحاب فوق ما تتخيل. هتوجع دماغك ليه؟ صاحب نفسك ترتاح، حلو كده، او كبر دماغك ترتاح، هي هيها على فكرة، بس خلينا نقول كبر دماغك ترتاح، هي دي اللي ملحوظة وملفتة وواضحة لينا أوي في شخصية برج الدلو لما نطلع على صفاته، أو حتى اللي تعامل معاه بشكل قريب هيلاحظ دي أوي في رجال ونساء البرج برج الدلو الهوائي. هتلاقي دايما المبدأ ده أو تعاملاته ومواقفه ورد فعله دايما تترجم تحت العنوان الصغير ده: كبر دماغك ترتاح. اما برج الحوت اللي هنختم بيه الابراج النهارده فيقول لك اعمل الخير وارمي البحر، من اكتر الابراج صدقوني اللي ممكن تعمل الخير وترمي البحر، ما تستناش منك مقابل بنفس المقدار قوي. او الابراج اللي بتحب تساعد الناس، او اللي تكون في عون الناس، او اللي تحب الخير للناس، ودي نقطة ايجابية قوي في رجل وامرأة
برج الحوت المائي، تلاقيه دايما يقول لك اعمل الخير وارميه البحر. عن نفسي انا بحب الصفة دي قوي في ابراج الحوت، وبشوفها صفة بتجعلهم من اكتر الابراج المميزة، لان صعب ان احنا في الزمن ده نلاقي حد يعني، او نلاقي اشخاص كتير بتتعامل بالمبدأ ده او بالفلسفة دي. يا ريت تكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، احب جدا ان انا اشارككم واتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم. واللي نسي يدعم الحلقة بلايك لو شايفينها مفيدة ومهمة، يا ريت تدعموها بلايك توصل لبقية اصدقائنا، هتوحشوني. وقنواتنا التانية للكورة وللفضفضة بنحل مشاكلكم، اسأل محمد وعيلته قناة مفيدة ومهمة او متثبتين في اول تعليق ووصف الفيديو، والانستجرام والفيسبوك يا ريت تشرفونا بالانضمام ليهم. توحشونا ونلتقي بكرة إن شاء الله.